السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نلتقيكم مرة أخرى مشاهدينا الأكارم في حلقة جديدة من برنامج ضيوف الإمام الحسين عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، صدق الله العلي العظيم. محور حلقتنا لهذا اليوم مشاهدينا الأحبة هو عن كظم الغيظ، جعلنا الله وإياكم من الكاظمين لغيظهم. مشاهدينا الأحبة، ونلتقي بالسيد محمد الياسري أحد ضيوف الإمام الحسين، من الضيوف الدائمين طبعا الإمام الحسين. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله، أهلا وسهلا، الله يتقبل أعمالكم إن شاء الله. سيدنا، يعني جنابك الكريم ما شاء الله، يعني احنا نشوفك بالصحن يم الإمام دائما، هو جدك صحيح، بس التعلق يعني مو كل شخص اكو انسان جده بس ما يتعلق، بس انتم متعلقين بالامام يعني. نسال الله القبول ان شاء الله. حقيقه هذا هنا مصدر النور والهدايه في تعلق الزائرين والمحبين بجوار حرم سيد الشهداء ابي عبد الله الحسين، وكله خير ان شاء الله في الدين والدنيا والاخره. سيدنا الكريم، احنا نستثمر وجودك ويانا، عندنا محور حلقتنا نريد نبين للمشاهدين وشنو معنى كظم الغيظ، يعني كظم الغيظ شنية بالنسبة لأهل البيت، كيف كانوا يكظمون غيظهم؟ وأكيد يعني هو كظم الغيظ من صفات الناس المؤمنين يعني، وبنتائج يعني دنيوية أو آخروية، ممكن أن تنورنا جنابك الكريم بهذه المعلومة. طبعا بالنسبة لهذا السؤال، هو سؤال مهم، وبالجواب احنا باختصار حقيقة القرآن أشار إلى هذه الفضيلة وهي المنقبة، فقال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وسيرة الأنبياء، يعني لو راجعنا سيرة الأنبياء والأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام، لوجدناهم من أبرز صفاتهم ونعوتهم هو كظم الغيظ. وكظم الغيظ إن صح التعبير هو الحلم، يعني الحلم. وكظم الغيظ هو باللغة إن صح التعبير يعني سد على امتلاء. عفوا سيدنا، يعني قصدك انه الحلم هو اقصى مراحل الانسان يوصلها انه بكظم غيظه، مو صحيح؟ لعله من اثاره، واحده من مظاهر الحلم هو كظم الغيظ. واحده من مظاهر الحلم هو كظم الغيظ، يعني له الحق بان يرد على المقابل، ولكن هو لحكمه ما ولحلمه وشده حلمه فهو يكظم غيظه، كما كان مولانا وامامنا الحسن الزكي المجتبى، وامتدحه مروان، مروان بن الحكم، قالوا له هواي أذيته وانت جاي تحمل جنازته ونعشه، قال كنت أؤذي رجلا، مضمون جوابه يعني، أؤذي رجلا كان حلمه يوازي الجبال. ويعني كل الأئمة هم كاظمون للغيظ، وكان من أبرز صفات مولانا وإمامنا موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام أنه الكاظم، لأنه يكظم غيظه عن الأعداء، رغم أنه هو له الحق بأن يرد عليهم. فلذا امتدح القرآن والروايات وسيرة أهل البيت أنه مو كل واحد يتكلم أنت ترد عليه، يعني من صفات الإنسان المؤمن يكون كيس فطن عاقل وصاحب حلم، والحلم هو ثمرة الحكمة. سيدنا، جبتنا الموضوع جدا يعني جميل، يعني اكو كظم غيظ حضرتك هسه طرقت، لان اكو شخص متمكن انه يرد هذا كظم، اكو شخص هو ما متمكن يعني، هو يكظم غيظه اصلا هو ما يقدر يرد يعني، فيعني بصراحه هنا صار في الموضوع جدا مهم، تختلف شخص متمكن يكظم غيظه وشخص لا هو ما يقدر اصلا يعني، عنده سلطه انه يعني يفرغ الغضب ماله وغيظه بالشخص المقابل. هذا اللي هو لعله يدخل في بنسبة ما العفو عند المقدرة، يعني هو مقتدر، ليس فقط مقتدر من الناحية المادية، عنده نفوذ، عنده عشيرة، عنده أموال، يقدر مرة، بس هو مو صاحب حق، لا، سلاح الحق بيده والسلاح المادي أيضا بيده ولا يرد، لأنه لا ينزل إلى مستوى ذلك. طبعا ليس مطلقا، ليس مطلقا، نقرأ في زيارة الإمام أبي عبد الله الحسين، زيارة يعني الإمام الحجة يزور جده عليهم الصلاة والسلام، يقول له: وترد تزجر العابث، أكو إنسان عابث كذا نهره،
تزجره وتنهره، مو مطلقا، ولكن السمة البارزة يعني للشخصية الإيمانية للإنسان المؤمن هو أن يكون حليما وكاظما لغيظه، وهذا حقيقة هو من أصول الأخلاق، كظم الغيظ والحلم من الأصول، بحيث أنه الإنسان يقول في الحديث الشريف قد يصل إلى عظيم درجات الآخرة بحسن خلقه وهو ضعيف العبادة، ممكن عبادته ضعيفة لكن عنده هاي محاسن الأخلاق من كظم الغيظ والحلم والحكمة والشجاعة والصبر وما إلى ذلك وتحمل الأذى، كما يقول الإمام هو الكاظم عليه الصلاة والسلام، يقول ليس حسن الجوار الكف عن الأذى، أنه تكف أذاك عن جارك، وإنما حسن الجوار الصبر على الأذى، كل ما يؤذيك أنت، وهذا هو هذا الحلم وكظم الغيظ. سيدنا يعني بصراحة طرقتنا إلى موضوع جدا يعني إلى جانب ثاني أخذتنا، يعني أنه الكظم الغيظ أيضا بيأجر للشخص العادي، يعني يحصل من الشخص يكظم الغيظ؟ أكيد بلا شك، أكيد هو هذا الحديث الشريف قلت لك يعني محور الأخلاق هو الحلم وكظم الغيظ والصبر والتحمل وما أشبه هاي، يعني لأنه الصفات الأخلاقية بها ترابط، كما العبادات فيها ترابط كذلك المفردات الأخلاقية، هاي المناقب وهاي الفضائل فيها ترابط، لذا أنت جنابك يعني تنتبه تقول هاي يدخلنا في موضوع آخر، يقول إن العبد ليصل إلى عظيم درجات الآخرة بحسن خلقه وهو ضعيف العبادة، والأحاديث كثيرة في هذا الباب. الله جزيلا نشوفكم إن شاء الله بخير دائما، مشاهدينا الأكارم، ونلتقي بضيف الإمام الحسين الدائم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن تعرفنا على حضرتك شيخنا الجليل؟ الشيخ محسن الجشعمي باحث ومحقق في علم الأنساب. أهلا وسهلا بكم شيخنا. شيخنا يعني أنت ما دام باحث بعلم الأنساب، حضرتك زائر من زوار الإمام الحسين الدائمين حسب ما عرفت أني. الحمد لله. فشنو علاقتكم يعني أنتوا هو الحسين للكل؟ كل العشائر كل العالم يعني، بس انتوا كجشعم عندكم علاقه خاصه بالحسين يعني التزام، انا ادري التزامكم طويل ويا الامام. بسم الله الرحمن الرحيم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، صدق الله العلي العظيم. الحسين كما تطرقت سيد الكريم هو ليس لعشيره ولا لفئه، الحسين للانسانيه جمعاء. الحسين هو أبا الأحرار سيد الشهداء. كعشيرة كقبيلة آل جشعم علاقتنا بالإمام الحسين عليه السلام، لو سمحت لي بشيء مختصر. عفوا، كما تقول الروايات ومذكور في مصادر الأنساب، في زمن ما في زمن الاستعمار العثماني حقيقة كانت محافظة أو مدينة كربلاء هي ضمن إمارة ابن جشعم، والذي قام بشق نهر الحسينية من السدة إلى كربلاء كصدقة جارية في حينه كما مذكور في المصادر التاريخية، والأخرى وهو كان في وقتها الأمير حسين بن جشعم. ومن بعده لفترة تدري فترة طويلة كانت الحكم العثماني ما يقارب 4 قرون، فكانت القبائل موجودة. الشيء الآخر هو لعلاقة الجشعم بالإمام الحسين وبكربلاء بالتحديد حقيقة في زمن الأميرنا، ومذكور في المصادر النسبية في زمن الأمير ناصر بن مهنة الذي بعربه والقبائل المتحالفة هو صد هجمات الوهابية التي كان هدفها هو تهديم قبر الإمام الحسين. فحقيقة نتشرف بهذا الذكر المذكور في المصادر كعشيرة آل جشعم، وأؤكد وأقول إن الحسين سيد الإنسانية، إن الحسين لكل الإنسانية. شيخنا يعني إن شاء الله يعني توقفكم هنا بالدنيا ويا الحسين، إن شاء الله بالآخرة الحسين هو يوقف لكم، إن شاء الله يوقف لكم بالصراط، يشفع لكم إن شاء الله، إن شاء الله الموفقية. شيخنا الكريم، إحنا بالمحور مالنا مال الحلقة اللي هو برنامجنا برنامج ضيف الإمام الحسين عليه السلام،
عندنا محور نناقشه ويا الضيوف. محورنا لهذا اليوم هو كظم الغيظ. يعني احنا هم من عندكم الشيوخ نتعلم ان شاء الله. يعني هو كظم الغيظ من صفات مو الائمه واهل البيت، انه الشيوخ تعلموها من اهل البيت انه يكظمون غيظهم. شنو يعني كيف الانسان ممكن يكظم غيظه؟ اخي العزيز، اخي السائل الكريم، ما يخص كظم الغيظ، حقيقه اللي بدا في كظم الغيظ نزلت آية كريمة بهذا الموضوع، وهي الآية 134 من سورة آل عمران، كظم الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. هنا آل البيت كانوا كاظمين للغيظ، تعلمنا من آل البيت وأمنيتنا وناسنا كلها أن تسير على ما سار عليه آل البيت في هذا الموضوع. كظم الغيظ هنا يعني كتم الغيظ. نحن اليوم سيدي الكريم، ما أحوجنا في يومنا هذا إلى السير على مبادئ آل الحسين، آل البيت، السير على مبادئ الحسين اللي أرادها. في حاجة إحنا اليوم لكظم الغيظ، للتعاون، للم الصف الإسلامي. المهم شيخنا الكريم، آسف يعني أقاطعك، يعني هسه بهالوقت يعني الناس تقول لك أنا يعني وضعية المجتمع، الحالة العامة للمجتمع يعني صعبة، العيشة صعبة، قسم عطالين بطالين، قسم مثلا حاير بعيشته، فصارت الإنسان يكون عصبي هيك حالات. الإنسان ما توفر لأسلوب الحياة الصحيح أو المريح أكيد يصير عصبي يعني، فهاي كثرت بهالوقت هذا يعني. سيدي الكريم، هنا ضغط الحياة، ضغط هذه الظروف، احنا لا ننسى أن نكون صبورين. آل البيت كانوا صبورين، آل البيت عليهم السلام في المعركة، كان في المعركة وهو صبور وكاظم للغيظ. يعني نستشهد بأمير المؤمنين عليه السلام أفضل الصلاة والسلام في اتجاه ابن ملجم، كظم غيظه وقال لهم هذا أسير. وإحنا لازم حقيقة علوم آل البيت اليوم في حاجة أن نطبقها ونسير عليها ونوجه، وخاصة كشيوخ عشائر، كعشائر، أن نوجه رعيتنا بما سار عليه آل البيت. نعم، إن شاء الله موفقين شيخنا. الله يعزكم. وشكرا جزيلا، إن شاء الله موفقين. بس إحنا قبل لا نختم وياك، وعندنا هدية تبرك يعني من كادر البرنامج الإمام الحسين السادة أحمد مرة خصتك. وحقيقة برنامج إحنا متابعين من خلال هذه الفضائية، فضائية كربلاء، حقيقة برنامج لطيف، برنامج اجتماعي، بودنا توسيعه ودعمه. شكرا جزيلا لكم شيخنا، حياك الله. الله يسلمك سيدي، الله يعزكم. كمال الله، شوفوا خير ان شاء الله. يعزكم. الله يعزكم. مشاهدينا الأحباء، ونلتقي بضيف الإمام الحسين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن تعرفنا باسمك ومن أي محافظة؟ اسمي باقر علي من محافظة البصرة الزوير. أهلا وسهلا بأهل البصرة. أهل البصرة أنتم من الضيوف الدائمين على الإمام الحسين، يعني ما شاء الله أبعد محافظة بالعراق ولكنكم دائما قريبين من الإمام باستمرار. تزورون يعني حضرتك شاب بعدك مقتبل العمر يعني، وعندك تعلق بالإمام الحسين، يعني هاي شلون بدت عندك؟ اولا السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. بالحقيقه هي زياره سيد الشهداء علاج للروح، مو بس للبدن كذلك. احنا من نزور هنا، من نجي للزياره نحس بضيقه صدر على قولتهم هناك، ومن المشاقل ومن اعمال الشاقه، فمنجي هنا للامام الحسين عليه السلام كل شيء ينتهي. موفق ان شاء الله، ان شاء الله تبعدك شاب، ان شاء الله تبقى على هاي الحاله، وان شاء الله توفق الى الزياره دائما. هاي بركه من الامام الحسين انه مثل الدعوه لك تجي ان شاء الله. فعلا احنا بركه سيد الشهداء شاملتنا كل احنا. احنا باقر برنامجنا هو برنامج ضيوف الامام الحسين. هذا البرنامج عندنا بمحور نناقشه ويا الضيوف، ويا الضيوف اللي معظم ضيوف الامام الحسين يعني ما شاء الله واعين. على المود انه الناس من تشوف ضيف الامام الحسين تعرف انه ضيف الامام الحسين واعي، يعرف شنو من يجي يزور، مو يجي اعتباطا، يجي انه عن بينه، يجي عن يقين، يعرف شنو الامام الحسين. بالمقابل احنا عندنا محور نسال به ضيف الامام الحسين شنو هو مطبقه او لا مطبقه، والمحاور مالنا دائما تتعلق يعني تخص اهل البيت عليهم السلام، افعالهم،
أوامرهم ملتزمين بها أو ما ملتزمين. محور حلقتنا اليوم هو كظم الغيظ. حضرتك يعني تعرف أنه كظم الغيظ هي أعلى حالات الغضب اللي يوصل بها الإنسان يعني، فحضرتك من ضمن الناس اللي يكظمون غيظهم؟ والله احنا كون المفروض يعني نتمسك بأهل البيت صلوات الله عليهم ونتمثل بأهل البيت صلوات الله عليهم، شيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا، احنا المفروض يعني بين قوسين نطبق ما يقولون أهل البيت صلوات الله عليهم. أما كظم الغيظ فبعض الأحيان الإنسان ما يمسك أعصابه إلى مرحلة يعني إلى حد التجاوز أو فتشي بهذا الشيء، أنت من راح تكظم غيظك وتمسك أعصابك راح تمثل حقيقة يعني أنك كونك على قولتهم خادم لأهل البيت صلوات الله عليهم أو شيع حقيقي نتمثل بأهل البيت صلوات الله عليهم. كظم الغيظ من صفات المحسنين أكيد يعني. سنت هو إحنا نتمثل قلت لك بأهل البيت صلوات الله عليهم، من نكظم غيظنا بحالات العصبية بحالات الإنسان ما يمتلك نفسه، احنا راح نكون احنا ممثلين أنفسنا وفعلا شيعتنا راح يطبق علينا هذا القول، شيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا. صارت وياك حالة كظمت غيظك بها بالبيت بالعمل؟ والله هي بالعمل موجودة يعني ممكن يعني إذا فد نعم. أنا بالنسبة لي كنت أشتغل هناك بالبصرة، فأحد الأخوة ما عجب العمل، فبهالأثناء بعد تعرف أنت المجتمع بيزين وبالموزين نعم، فبدأ التجاوز بدأ التجاوز هنا بهاي الحالة. أنا بالنسبة لي يعني مالت الله استحيت، أكو ناس يمي وهاي استحيت ما أقدر أتجاوز عليه كونه أكبر مني سنا أولا تمام. فمن هذا الباب شفت نفسي قلت أنا تماسك أعصابي بدال لأن إذا على قولتهم زيد الطين بلة على قولت إذا هو يضيف وأنا أضيف هو يضيف وأنا أضيف أصير مشاجرة. فمن هذا الباب نعم. وبعدين براها يعني هو الشخص لا الحمد لله من سكتت وهو شافني على قولتهم أنا هادئ وساكت، اجى سبحان الله هو جاء اعتذار بالاعتذار من يمه لان شاف ماكو رد سلبي، لان اذا رد سلبي وهم رد سلبي ايضا تخلق مشكله. من هذا الباب بارك الله بك. اذا انت من الكاظمين الغيظ من صفات الايمن ما شاء الله ملتزم بها وبعدك شاف ان شاء الله تستمر على ان شاء الله. نسال الله الاجابه، نسال الله الاجابه. الله يرحمه. احنا طبعا عندنا هديه يعني لك ان شاء الله تقبلها من عندنا للضيوف الامام الحسين الاخ احمد انها جابناها. تفضل هاي هدية للناس ان شاء الله تتوفق ان شاء الله بزيارة الامام الحسين باستمرار. الله خير، لا تنسونا من الدعاء. الله يسلمك، ممنون لك في دروح لك. الله بما الله. مشاهدينا الكرام ونلتقي بضيوف الامام الحسين عليه السلام من محافظة كربلاء، الضيوف الداعمين للامام الحسين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، الله يحفظكم ومزاكم الله خير. ممكن نتعرف على أسماء جنابكم الكريم؟ خادمكم شيخ أحمد، من لنا الشرف في كربلاء حقيقة، لنا الشرف. رضا الشمري وياكم من أهل كربلاء إن شاء الله، العباسية الشرقية. ألف هلا بيكم. أنتوا يعني إحنا قدمناكم كضيوف داعمين لأن أنتوا دائما بالحسين، يمكن الصبح يمكن إذا شخص يجي بعد مرتين ثلاثة، أنتوا باليوم مرتين ثلاثة تزوروا الإمام. إن شاء الله الموفقية. يعني شنو السر يعني هاي الجيره يعني ويا الامام الحسين؟ يعني انتوا شنو؟ انا اعتقد انه كل جيران الامام الحسين يفتخرون بهاي الجيره، كيف يعني؟ حديث رسول الله صلى الله عليه واله يقول ان الحسين عند الله اعظم مما هو عندكم في الارض، وانا وجدته على يمين عرش الله، ان الحسين مصباح هدى وسفينه النجاه، الا من اراد الله به خيرا قذف بقلبه حب حسين. حب الحسين حقيقة عطاء إلهي يعني، فالقضية إلهي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الوصول إلى حرم سيد الشهداء هذا أنا أعتبره في التوفيق من الله جل وعلا أولا. ثانيا إحنا ندعو للمؤمنين والمؤمنات، الإنسان اللي عنده هم اللي عنده فت قضية، ناس مكلفين بالدعاء، فلما نحضر إلى جنة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه على حقيقة ندعو للجميع، وهذا أفضل نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. ندعو لكل الناس المؤمنة لهذا البلد الجريح، لهذا الوضع اللي احنا حقيقة نعيش المأساة يوميا، نعيش في قضية مجرحة للقلب مو، لكنها نرفعها بالدعاء عند سيد الشهداء صلوات الله وسلامه. موفقين إن شاء الله. عندنا احنا برنامجنا محور نناقش به ضيوف الإمام الحسين، ما شاء الله كل ضيوفنا ما شاء الله كل معلوماتهم يعني حلوه وجيده، ويستفادون منها ان شاء الله الاخوه المشاهدين.
محور حلقتنا لهذا اليوم هو كظم الغيظ. قبل أن نبدأ بالمحور، يعني أكو قصة يمكن الأغلبية يعرفها، يعني قصة عن الإمام زين العابدين عليه السلام، أنه جارية بالبريق مع الماء أنه إلى أنه انجرحت الإمام طلع دمه، فقالت للكاظم من الغيظ قال كظمنا غيظنا العافية عن الناس قال عفونا عنك، قالت والله يحب المحسنين، فقالها أنت حرة لوجه الله. فيعني هذا كظم الغيظ، يعني إحنا وين هسه؟ يعني السؤال هو احنا وين هسه المجتمع الناس من هذه الحالة اللي هي أعلى حالات كظم الغيظ والأباء؟ حقيقة الدين دين الرحمة ودين الأخلاق ودين التسامح، ولذلك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه الأخلاق وهذا كظم الغيظ يبتدئ من رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا الرسول الأعظم الذي كان كلما يخرج إلى الصلاة كان أحد يعني الجواري اللي كان حتى على ملة اليهودية طبعا، كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لما يمترض كان يعوده رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له يا رسول الله كان يؤذي، قال الله سبحانه وتعالى أرسلني رحمة للعالمين. هاي الناس لو تبتدئ بمبادئ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخلاق رسول الله وهذا الدين، حقيقة ما يبقى غيظ في قلوب يعني الناس، ولكن الناس ابتعدت، صار ابتعاد حقيقة عن الدين عن كظم الغيظ. يعني هو للشخص نفسه بأجر دنيوي وبأجر آخر، يزداد الإنسان في دينه كل ما يزداد أخلاقا ورحمة، يعني الله سبحانه وتعالى يقول والله يحب المحسنين، يعني ضافهم أنه هم من الآن التوجه إلى الله جل وعلا الكاظمين الغيظ والعافين عن والله يحب المحسنين. إذا الآية انطبقت على الإمام السجاد، أنت الإمام وكذلك سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، تشوف سيد الشهداء لما يمر أحد يعني المزارع اللي عنده كانت ويشوف عند الموجودين كان عبد، يعني عبد تشوف لما مر عليه فذ كلب أعطاه نص طعامه نص الطعام، فنظر لسيد قال لما تعطيه هذا الطعام؟ قال أراه غريب ما إلى أحد. فسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه للرحمة اللي الله سبحانه وتعالى قال إن البستان لك، شوف هاي الرحمة، إن البستان لك وأنت الآن هل تأذن لي للدخول إلى الضيعة مالتك؟ شوف 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 وين يعني، شوف الكرم أهل البيت صلوات الله، يعني لما يجي واحد يؤذي، يجي واحد للإمام الباقر صلوات الله وسلامه، يا ابن رسول الله أمك كذا وكذا، قال أهل لك حاجة نقضيها؟ هل أنت غريب؟ شوفه يسجد على أقدام الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، شوف هاي الأخلاق المتجسدة، ونحن نمتثل بالموالين لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. يعني هي هسه يقول لك احنا في وضع يعني الإنسان هسه كل صعبة، الحياة صعبة، الحالة الاجتماعية صعبة، الضائقة المالية، فيقول لك الإنسان يكون عصبي من كهرباء ماكو يصير عصبي من مي، فهاي الحاله اللي صارت يعني الانسان كيف ممكن يسيطر على غضبه بهيج الحاله؟ بالايمان، يدفعها بالايمان، يدفعها بالعلاقه مع الله سبحانه وتعالى. شوف احنا مبتعدين حقيقه عن مواعيد اوقات الصلاه، شوف الاذان يؤذن مثلا اوقات الرحمه، واذا احنا مبتعدين عن مثلا موضوع الصلاه، تشوف الانسان ياخذ له وقت في الساعه او اكثر كذا وعلى مزاجه يلا ياتي الى الصلاه، وتشوف هاي الصلاه هي الرحمه، تشوف هذا الموعد مع الله سبحانه وتعالى هو الخير من الله جل وعلا. شوف الانسان اذا كان مع الله كان الله معه بكل شيء. نعم استاذ، هم مرت بك حاله يعني كظم غيظ؟ يعني انت صارت لك حاله كظم غيظ؟ هدوء اني هادئ والله، وايماني كلش قوي ان شاء الله. الغيظ ترى اكثر شيء انا اشوف قسم بالبيت، يعني خلينا نقول بالعاميه يصير طنطل بالبيت، فاكو عندك هيك حاله بالبيت يعني؟ الحمد لله والشكر، لا والله ما مرينا بهيك حاله، الحمد لله والشكر، الحمد لله والشكر ونعمه من الله. بالنسبه لشغله الامور العامه الكهرباء غير الكهرباء زينه، يعني الحمد لله والشكر. يعني انت من نوعيه اللي اصلا ما عندك حاله غير؟ انا اغلبيه هذا، يعني اغلبيه هذا، وايماننا باهل البيت وبالله وباهل البيت والحمد لله والشكر، الحمد لله والشكر والله بسلامتكم. مرت حالة يعني غيظ عندك وكظم غيظك، يعني حالة كل شيء مؤذية يعني وتحمل؟ انا كنت في يوم اسوق السيارة وكسر واحد علي وكان الحق الي، يعني كان الحق الي، لكن شفته هو عصبي، قلت له شنو اللي يعني اللي عندك ليش الشكل؟ قال والله انا كان عندي مريض وكان عندي فد قضية، طبعا هو كسر على السيارة وعور السيارة وكذا، ف
فأنا في ذاك الوقت دعيت الله سبحانه وتعالى، قلت له اللهم شافي مريضي، اللهم وسع لي، اللهم كذا. هذا التفت لي غير التفاته، بعدين اعتذر من عندي، بعدين قال أنا ما كنت أعرف يعني هل أنا أذيتك وأنا سببت لك الأذية. قلت له إحنا لعله نتراحم فيما بيننا، أنا اليوم أدعي إلى مريضك، أنت اليوم تقدر توقف وياي، يعني هذا التراحم إحنا محتاجينه. لكن لو أنا صاير عصبي مثلا هو عصبي صار مشكلة، حقهم يضيع وكذا. لكن واحد يعني هو ليش إحنا قاعد تمر بينا هاي الضائقات؟ لأنه إحنا ما متراحمين بعضنا في بعض. لو كنا متراحمين جيدين ما أصابنا هذا الوباء، وما مر علينا هاي الهزات الأرضية، ما مرت علينا هاي الطقوس الترابية. لكن هذه بسوء أعمالنا حقيقة. وندعو من الله سبحانه وتعالى ببركة سيد الشهداء، ونحن في ضيافته ندعو من الله أن يديم عليكم هذه النعم، أنتم الخدم الحاضرين حقيقة، خدم لكم يعني. العطاء الإلهي الموجود بسيد الشهداء لا يوصف أبدا أبدا، ما يوصف حقيقة. موفقين إن شاء الله. نشوف دائما حضورنا سيد الشهداء نعتبرها في الدعوة من سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، نشعر بالأمان بالإطمئنان بالدعاء للمؤمنين للحاضرين. عندنا هدية يعني تبرك من مضيف الإمام الحسين عليه السلام لكم الأستاذ أحمد، يعني أعطيناها. جزاكم الله خير. تبرك مضيف الإمام الحسين إن شاء الله. موفقين إن شاء الله. اعتبرها أنا دعوة من سيد الشهداء. أنا أشكر سيد الشهداء صلوات الله. إن شاء الله ببركة هو يعني موفقين إن شاء الله. شكرا جزيلا. وأنتم إن شاء الله مع سيد الشهداء في الدنيا وكذلك في الآخرة. الله يسمع من عندكم إن شاء الله موفقين. شكرا أغاتي. شكرا جزيلا. مشاهدينا الأحبة، قبل أن نختم حلقتنا لهذا اليوم نعيد عليكم سؤال الحلقة السابقة والحلقة الحالية، هو نفس السؤال طبعا، والإجابة عليه تكون عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي على برنامج ضيوف الإمام الحسين عليه السلام. طبعا الإجابة على السؤال تكون عليه هدية خاصة من البرنامج. السؤال اللي طرحناه بالحلقة السابقة بهذه الحلقة اللي هو: ما هو موقفنا لو اتفق مع مناسباتنا كالزفاف مثلا في أيام وفيات الأئمة المعصومين عليهم السلام؟ أعيد السؤال: ما هو موقفنا لو اتفق مع مناسباتنا كالزفاف مثلا في أيام وفيات الأئمة المعصومين عليهم السلام؟ طبعا هذا السؤال من قسم التوجيه الديني، مثل ما بينا أنه هذا الإجابة عليه تكون عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي بالرسالة إلى برنامج ضيوف الإمام الحسين. أحبتي المشاهدين، إلى هنا انتهت حلقتنا لهذا اليوم، نلتقيكم في حلقات أخرى إن شاء الله.